يا مساء الخير واهلا بيكم في عالم العلمين. الحقيقه مهرجان العلمين في دورته الحاليه بيرفع شعار كامل العدد، مش بس في الجمهور اللي حضر الفعاليات اللي على مدار الايام اللي فاتت، لكن كمان الفعاليات اليوميه المختلفه والمتنوعه. المهرجان سواء خليني اقول يعني الفعاليات الفنيه، الثقافيه، الترفيهيه، كل ده بشكل يناسب كل الأعمار وكل الفئات، حفلات لألمع وأهم النجوم. المهرجان في الحقيقة شهد الاحتفاء بالملحن الراحل بليغ حمدي اللي قدم لنا العديد من الألحان اللي باقية معانا لحد النهاردة. عشان كده الفرقة المصرية للموسيقى العربية قدمت لنا أجمل الأغاني لطبعاً الملحن بليغ حمدي، منه التوبة للعندليب عبد الحليم حافظ، عدوية للراحل محمد ومحمد رشدي كمان، العديد والعديد من الأغاني اللي عايشة في ذاكرتنا لغاية النهاردة. عايزة أقول أنه بليغ حمدي في الحقيقة من الملحنين اللي كتبوا كده سطور الموسيقى المصرية. النهاردة لو بنتكلم على أجمل أغاني أم كلثوم هو اللي ملحنها، أجمل أغاني العندليب هو اللي ملحنها، كان في كده توليفة حلوة ما بينه وما بين عبد الوهاب عشان يقدموا لينا أحلى الأغاني وأحلى الألحان. كمان مهرجان العلمين رجعنا كده للزمن الجميل، مش بس في الطرب، يعني مش بس بقى الأغاني اللي احنا اتعودنا عليها وبنسمعها بقالنا سنين السنين، لا كمان في المسرح، واللي فكرنا بمسرحية ريا وسكينة من خلال عرض مسرحية نوستالجيا 80-90. كمان المهرجان بيستعد انه يدينا كده وجبة دسمة من الأعمال المسرحية زي البنك سرقول، النجم أشرف عبد الباقي وكريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، ومسرحية السندباد للنجم كريم عبد العزيز والمتألقة نيلي كريم. ده طبعا غير المشاركة الطلابية الكبيرة اللي حظى بيها المهرجان في نسخته الثانية. مشاركتهم في الحقيقة في الفعاليات المختلفة دي ورتنا كده فعاليات حلوة قوي قوي احنا كنا حابين نشوفها في المهرجانات في مصر، وده اللي قدمه لنا مهرجان العلمين، سواء الفعاليات الرياضية او الترفيهية او حتى الفنون التشكيلية. طبعا غير المفاجآت التانية زي بطولة القهاوي، ودي بقى حكاية تانية خالص، كلنا عايزين نعرف ايه هي قصتها وايه حكايتها ويعني ايه بطولة القهاوي. كل ده هنعرف التفاصيل دي كلها كبيرة صغيرة بتحصل في مهرجان العلمين النهاردة، فخليكم معانا متابعينا في خلال الحلقة عشان عندنا مفاجآت كتيرة قوي، ما تروحوش في أي حتة.